هو الفلكلور والتراث الذي دائما يجعلنا نشعر بانتمائنا لهذه الأرض. أفضل شيء عن ثقافة مدينتي حبها للعلم. تشتهر بالفن والأدب. مهن والأشغال. ممكن دار ماربولوس اللي هسه متواجدين به هو أكثر شيء يساعد ويثقف الطلاب. ومدينتي تزدهر بكثرة المعلمين وبغزارة المعلمين. تمتاز بكثرة خريجيها، يعني بكثرة خريجين المنطقة. تنجب سنوياً العشرات من الأطباء، من المهندسين، من الكفاءات العلمية. هواية من الكتاب، شعراء، وأحلى شيء عندنا الزي السرياني، هو هذا أحلى زي نفتخر به.